قول ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد، قال الناس ثلاثة: فرجل قلبه ميت والعياذ بالله. فهذا ليست الآيات ذكرى في حقه، والثاني رجل له قلب مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، إما لعدم ورودها لم يستمع لها، وإما أو لوصولها إليه وقلبه مشغول عنها فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى. والثالث رجل حي القلب مستعد إذا تليت عليه الآيات أصغى إليها بسمعه وألقى السمع وأحضر القلب، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المذكورة المتلوة كما بيّن ابن القيم رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا من القلوب الحية المستمعة لكلام الله تبارك وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. simplement يعني عفوا لأن قد فقرة صغيرة من طرف الشيخ، فإلى subdivisé les cœurs en trois types de cœurs: un cœur présent, un cœur qui est mort et un cœur qui est vivant. Le meilleur cœur qui est vivant, c'est le meilleur en fait, parce que le verset du Coran dit « Alqa sam'a wa huwa wa ahdara al-qalb », donc c'est le cœur qui d'abord écoute, il y a une écoute, mais il y a aussi la présence du cœur. Et c'est le plus excellent des stades, puisse Allah faire en sorte que nous atteignions bi'idhnillah ce stade. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب
ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. تكبير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور اللهم اجعل هذا البلد آمنا واجعلنا فيه من الآمنين اللهم ووفق المسلمين في هذه البلاد لما تحبه وترضاه واجعلهم خيرا وفلاحا ونصرا وهداية ونورا لهذه البلاد وأهلها يا رب العالمين اللهم احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La reprise des programmes, inshallah, à